شاعر مليون الموسم العاشر حقيقة يعني من أميز المواسم اللي مرت على هذا البرنامج. أصدق جملة تصف هذا الموسم هو أنه موسم لا مستحيل. الشعور الذي يسبق دخولي إلى المسرح هو شعور المنتصر قبل إعلان انتصار. أجمل تعليق كان هو ما أجمع عليه أعضاء لجنة التحكيم الكرام على آخر قصيدة، قصيدة قيد، بأني شاعر ذكي. من أقرب القصائد إلى قلبي كانت قصيدة إيقار التي تكلمت عن مدينتي ومنشئي. في ختام تدوين قصائدي كتبت رسالة للقارئ: أنا هنا لأبقى، وختمتها بتوقيع. سلام الله على بلاد المكارم والفخر والدين، بلاد الرافدين اللي بنت بوابة الأمجاد. أفاخر في مبادئها، أفاخر في مبادئها، وأنا في ديرة الوافين رجال الشيخ زايد معتل الصعبة بدون إشداد. هنا وقفت بدري وايلي لمداحم الضارين، أمثل كل محبيني من البصرة إلى الأكراد. يفزعكم ولدكم يا عشائر ثورة العشرين، يا بالبيرق بوقفتكم يطب العاصمة بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجنة الموقرة، لجنة الاستشارية، أصحاب المعالي والسمو، الحضور، مشاهدين خلف الشاشات في كل دول العالم، المتابعين وأحبتي الموجودين في العراق وفي الدول الأوروبية وأينما تواجدوا، بسم الله الرحمن الرحيم. أضحى التداني بعد طال التنائي سنين، تسللت نظرتك كالسيف بين الزحام، قدت قميص المشاعر واستفاض الحنين، واغتالت الصمت في صدري وسال الكلام. جيتي مثل جية الذكرى ببال السجين، اعتقتي النفس من سطوة قيود الظلام، على شفا ليل شعرك طل نور الجبين، على شفا ليل شعرك طل نور الجبين، ايقظ عيون المدينة واستثار الهيام، استشعري دهشة الأشجار والعابرين، والشارع اللي جمعنا حالف ما ينام، تغيره من وراي وهمس صوتك حزين، واشتعبه كان أنعم من هديل الحمام، سليلة الوجد جودي دام دمعك معين، سليلة الوجد جودي دام دمعك معين، واسترسلي في شعورك لو تشوف الأنام، ساورني الياس بعدك يا ربيع اليقين، واصفرت أحلامي الخضراء وباتت حطام. لا مر طيف البشر غنيت له تايبين، عشقك حلال وعشق غيرك بشرعي حرام، ولادة الروح لطفاً من قبل ترحلين، أودع الصبر ثم استودعك في سلام. سلامك. الله يا فهد، الله يا فهد على هالعذوبة. عليك يا أبو خالد. الله وعلى هالعاطفة الجياشة. وأنت عودتنا في القصائد المراحل السابقة على الحزن والألم والوطني. يعرف يحب جدا. اليوم جاء قلب خضر ورومانسي جدا. النصر الأمانة عجبني للغاية ومن المطلع، وهذا التوظيف أضحى التداني بعد طال التنائي سنين، وكأني أرى قصيدة بن زيدون مع ولادة، لكن العكس هنا، هناك التنائي والتداني. عند فهد لا، التداني بعد التنائي، يعني كان يستاهل فهد. وصل بعد فراق، وطبعا هذه كانت المقدمة وكانت تهيئة المتلقي، وفعلا وجدنا ذلك في مجمل أبيات القصيدة المليئة بالصور الشعرية، وخلني أقول صور ابتكار الفهد ما هي الغيرة،
يعني على شفا ليل شعرك طل نور الجبين أيقظ عيون المدينة واستثار الهيام استشعري دهشة الأشجار والعابرين والشارع اللي جمعنا حالف ما ينام تصوير جميل وإحساس كأن عايشي معك في نفس المكان. طب والأجمل لما وظفت مفردة سليلة المجد كنا نسمعها نعم. هني سليلة الوجد جودي دام دمعك معين. طبعا الوجد وجودي جاء فيها بينها جناس ناقص. والأجمل أنه هذه المفردة لأول مرة توظف في الشعر العاطفي وجاءت جميلة وعطت رونق لهذا البيت. طبعا أنت في هذا البيت غيبت عن الحضور واسترسلي في شعورك لو تشوف الأنام يعني ما عاد عليك من أحد خلاص وصلت إلى مرحلة. الجميل أيضا كذلك توظيفك الأغنية تايبين لياس خضر أظنها نعم تايبين والمحبة ما ترجعنا السنين. الله 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 جميلة عيشتني في بلاد الرافدين لمر طيف البشر قنيت له تايبين يعني لجميع الناس تايبين من العشق. عشقك حلال وعشق غيرك بشر بشرعي حرام. ولادة الروح لطفا من قبل ترحلين أودع الصبر ثم استودعك في سلام. جميل جدا. وتوظيفك لقصيدة ولادة لابن زيدون جاء جميل جدا وخدم النص. خوي المصلحة أبيات مختصرة عندك اي نعم جمهورك والله الكل يبيها. الله يعزك أبو خالد. شو يقول فهد؟ يقول محتاج لي دكتور بالقلب اختصاص اي والله ان قلبي سوات المشرحة جرحي عميق ولا نفع فيه امتصاص ان كان ما تبرى الجرح لا تملحه لا يا صديقي احسبك صديق خاص وانت استغليت الصداقة مصلحة انكسرت الخوة مثل كسر القلاص مهما تسوي مستحيل تصلحه لا والله انه شد من حكم القصاص تذم شخص وفي حضوره تمدحه وتدري متى تبدأ المحبة بانتقاص لا صار سهل اللي توده تجرحه يا ليت هالدنيا مثل قلم الرصاص لا من خطيت بشي تقدر تمسحه عندي خطايا كثير تحتاج اختصاص من قلبي اللي ما لقى من ينصحه والحين كل شيء انتهى روح خلاص ما انت بخوي انت خوي المصلحة. سلام. تفضل ابو رجال. فهد القصيدة غاية في الجمال حقيقة وطبعا أنا أرى أنك أنت دخلت في عباءة ابن زيدون وتقمصت الحالة التي كانت بينه وبين ولادة فمنذ البيت الأول وجدناك تعيش معه ولكن لست مقلدا وإنما معاكسا له في البيت الأول كما قال الأستاذ حمد أضحى التداني بدل أضحى التنائي بديلا من تدانينا أنت عندك العكس. من الجمال في هالقصيدة أنه كل هذا الزخم من الأبيات كل هذه الأبيات الثرية جاءت من النظرة تسللت نظرتك يعني هي التي نبهت هذا الحب من جديد وأشعلت النار في قلب الشاعر فبدأ يصف هذه المحبوبة بإسهاب من خلال ما أوحت له من ذكرى من خلال هذه النظرة تبع الشاعر هنا لم يقتصر على التراسل مع ابن زيدون في البيت الأول وإنما ذهب إلى ذلك في البيت الأخير لما قال ودع الصبر هي قصيدة أخرى لابن زيدون اللي بيقول فيها ودع الصبر محب ودعك ذائع من سره ما استودعك يعني حتى هذا الاقتباس أو التناص مع ابن زيدون استفاد منه الشاعر حتى في الختام بمعنى أنه ليس فقط في النص الكلمات وإنما كذلك في المعنى فكذلك القصيدة التي بدأ فيها اللي هي أضحى التنائي بديلا عن تدانينا هي على نفس الوزن الذي أقام الشاعر قصيدته عليه إلى هذه الدرجة من التناص وهذا شيء جميل ويدل على شيء يعني من الشعر واعي الشاعر فيه في هذا القصيدة أنا أجد إحساس مرهف جميل عالي الدرجة وكذلك التعبير عنه جاء بشعر لطيف مؤثر شكرا يا فهد لا شكرا على وادي شكرا فهد على هذا الحضور الإبداعي الجميل اللي يحمل بصمتك هذه القصيدة فعلا تحمل بصمتك وتحمل جينتك الشعرية تجيد الكتابة في العاطفة مثل ما تجيد الكتابة في بقية الأغراض بشكل متميز جدا حضور الثقافة في هذه القصيدة بدون تكلف
سواء الثقافة الشعرية العربية أو الثقافة المرتبطة أيضا بالفن بالأغاني مطالعها اللي تذكرتها. والنص في هذه الرومانسية الجميلة والعذوبة اللي نفتقدها، نكاد نفتقدها اليوم في كثير من القصائد العاطفية اللي نسمعها. تستاهل. فمثل هذا الشعر العذب قلما يكتب عليه، أو ربما أنا يمكن قلما سمعت مثل بهذه العذوبة الجميلة. الجزال اللي موجودة في القصيدة أيضا ملفتة للنظر، على الرغم من هذه الرومانسية الشفافة أيضا الموجودة عندك. والجميل عندك وترين عزفت عليهم، وتر الصورة البصرية، الصور البصرية اللي موجودة بقوة حاضرة، وكانت من خلال الألوان، يعني يوم تقول مثلا صفرت والخضرة، وعندك الإضاءة أيضا النور والليل والظلام، وعندك أيضا ما يدل على البصر نظرتك، شوف لو تشوف عيون. والوتر الثاني أيضا هو وتر الصوت، حضور الصوت أيضا من خلال مثلا هدي الحمام، الأصوات، أسماء الأغاني اللي أنت ذكرتها كلها حضور صوتي لها. المفردات الثانية اللي دالة على الصوت كثيرة في القصيدة. فعندك هذا الجمال حتى من خلال المفردات اللي أنت استخدمتها، متغيرة من وراي وهم صوتك حزين واشتعبه كان أنعم من هدير الحمام. هذا بيت أيضا أشوفه من الأبيات الجميلة تدل على هذه الشاعرية المميزة عندك. شكرا لك يا فهد. الله يرفع قدرك يا أبو علي. حفظك. صح الله لسانك يا فهد، وكل الشكر لجنة التحكيم الموقرة.